السلام عليكم احبابي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، امركم مزيانه؟ نتمنى ربي تكون احوالكم كامله بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو نهار جديد وفيديو جديد. هذا الفيديو مزيون، انا فرحانه والله العظيم فرحانه البنات. المهم نصليوا على النبي بعدا قبل ما نبداو الفيديو. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم البنات اللي مازال ما تابوناتش معنا، اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو الى عجبك المحتوى طبعا. وما تنسونيش بواحد الجيم ديالكم البنات اللي كيحفزني. خفت كنت كنجري واحد الجيم ديالكم البنات اللي ضروري ضروري منه. ما تنساوش دابا نيت ديروا واحد الجيم باش ما تنساوش هكذا. صافي المهم لقيتوني اليوم غنمشي للحمام البنات، واخيرا شحال هادي وانا خصني نمشي للحمام مغربي. كيف ما كتعرفوا مدينه ليون راه فيها بزاف ديال الحمامات، وحمامات مزيونين وراقيين وصراحه الله فيهم جاكوزي فيهم. المهم على حسب نتوما شنو بغيتوا، وكاينين بعض الحمامات اللي هكا شي شويه شعبيه. مهم اللي بغيتوا تلقاوه. مهم بالنسبه للناس اللي ما فينش طبعا، بالنسبه لي انا اول مره غادي نمشي للحمام هنايا في ليون. سمي واحد الحمام اللي قلبت غير هكا في جوجل. المهم كتدخلوا لجوجل البنات كديروا حمام ليون، راه كيخرجوا لك الحمامات كاملين ديال ليون، وانت كتدخلي وكتشوفي الحمام. كيكونوا دايرين تصويرات، كيكونوا دايرين هكا بعض منهم الاثمنه، بعض منهم كيكونوا لي كومونتير ديال الناس كيعطيو الراي ديالهم في الحمام اللي سبق ليهم مشاو ليلو. بالنسبه لي انا هذا اول مره غنمشي ليلو. هادشي اللي كاين غنمشي انا والصديقه ديالي غنمشي انا وياها، راه كتستناني في البار هذا باش غادي ندوز عليها. كيف ما شفتوا انا راني دايره واحد الماسك البنات، هانتوما البلاستيك كيبان من الطياره، دايره واحد الماسك. مهم بعدا غنرجع معكم شويه اللور، غادي نوجد معكم واحد الطويجين. وجدت الغداء ودرت واحد الماسك حتى هو اللي درت فيه املا، البودر ديال املا، ودرت فيه الزيوت. الماسك اللي دائما كنشارك معكم ديال لافوكا والبنان والعسل والبيض. مهم وزدت عليه اليوم غير املا، وزدت عليه شنو اخر زدت عليه؟ زدت عليه غير املا، البودره ديال املا صافي هي اللي زدت عليه. كنت غنزيد واحد الحاجه اخرى بحق مره اخرى ان شاء الله ودرته. مهم كيبغي يبقى شي شويه معطل في الشعر، قد ما خليته قد ما كيستافد منه الشعر. مهم وجدت الغداء ديالي انا غنشاركو معكم دابا، وعاد غادي نكملوا الرحله للحمام. مهم انا دابا لقيتوني غادي نمشي، كتستناني وهبه، خليكم معنا. لا ما تنساونيش البنات من اللايك ديالكم، راه فابور البنات واحد اللايك اللي كتدعموني به. وغادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. مهم البنات بالنسبه للغدا ديالي بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في الطاجين هكا ديال السردين على شكل كفته. المهم الا كنتو ما عارفينهاش وصافي، بالنسبه للبنات اللي ما عارفينهاش وصافي. بالنسبه ليا انا ضروري ما كنشحر واحد البصيله، كاين اللي ما كيديرهاش، كنشحرها كتعطي واحد المذاق مزيون في الطاجين، وكنحاول نديرو هكا في الطاجين ديال الطين. المهم اللي ما عندوش تقدروا ديروها البنات في هكا في الطنجره عاديه وصافي. كنزيد عليه هنا الطماطم اللي طحنتها، ومن بعد كنزيد عليه التوابل بحال هكا الكركم، هكا بودره الفلفل او البابريكا تحميره يعني، شويه ديال السكينجبير، وهنا كنزيد عليه هاد التوابل هادو اللي كيتباعوا هكذا مخلطين، عاد كنطحنهم هكا يعني مباشره صافي. وكنزيد عليه زيت الزيتون في الاخر، عاود كنزيد شي شويه ضروري وخضرت شويه فاش تشحرت البصيله. كنزيد شويه ديال الابزار، وكنزيد شويه ديال الاعشاب المنسمه، وكنزيد شويه هكا ديال لاصوص طوماط على هاد الشكل هذا. مهم نتوما كديروا قياسكم اللي بغيتو، واللي عنده الهريسه او هكا الحار يقدر يزيد الا بغيتو. بالنسبه لي انا ما كنديروش لان الوليدات ما كيبغيوش صافي. وكنحركوا هكذا مزيان، كنزيد التومه كيف ما كانت هي عندكم، يا بودره ولا التومه هكا عاديه، كتزيدوا التومه القياس ديالكم. بالنسبه لي انا راه كنكثر التومه البنات في الاكل، وخصوصا في فصل الشتاء يعني مزيانه كتسخن، وكنحس بها بحال كتحارب الفيروسات. نتوما عارفين احنا في واحد الوقت غير ديال الفيروسات دابا بالنسبه للغريبي ولا هادشي اللي واقع مؤخرا صافي. وغنزيد الربيع هكا يعني القزبر والمعدنوس صافي، وغنخليها هكذا كتشحر شي شويه. عاد غادي نبدا نزيد عليها الكويرات ديال السردين، عاد غادي نشاركهم معكم. بالنسبه للسردين نتوما عارفين ان ما كيحتاجش انه وقت طويل باش يطيب، يعني 5 دقائق راه كافيه باش يطيب فيها السردين. بالنسبه للسردين البنات انا نقيتو غسلتو حيدت له كل شيء الا هاد الجلده الفوقانيه، كاين اللي كيحيدها، بالنسبه ليا انا ما حيدتهاش، لان السردين كيجيني انا واحد الكنز اللي خصنا نبروفيتي وناكلوه كامل بكل شيء ليلو. بالنسبه ليا انا ولادي ما كيعجبهمش بشي طريقه اخرى، خاصني حتى نقيه عاد نعطيه لهم، يا اما هكذا يا اما كنديرو هكا، كندير وحده على وحده وكنعمرهم هكا بالخضار او بالترميله وصافي.
غادي نطحنوا في هاد الاله هذه البنات اللي كنشكر لكم دائما كناخذها خديتها من ليدل. مهم درت الربيع درت القزبر هكا كنطحنوا. بالنسبه للقزبر البنات درتو في ديك القريعات اللي كنت شاركت معكم من اكسيون ولكن ما كيطحنوش مزيان كيف ما شفتوا معايا بحال كيقسموها غير على جوج وصافي. مهم من الاحسن يكون مطحون. زدت الربيع غنزيد الكمون شويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير. ما كنبغيش نكثر التوابل البنات في الحوت باش ما كنغلبش على النغمه ديال الحوت. كتبقى النسيمه ديال الحوت ماشي كتولي النسمه ديال التوابل المغلبه. واصلا هو مازال غادي يطيب في لاصوص يعني راه فيه توابل هكا غير باش نبننوه شي شويه ما يجيش باسل وصافي. وغادي نطحن كل شيء على هذا الشكل هذا. حاولوا البنات ما تبقاوش كطحنوا فيه بزاف حتى يولي كيطلق الماء. مهم غير يبان لكم هكذا صافي تطحن. كل مره طللوا عليه على هذا الشكل هذا صافي غير يبان لكم تطحن وصافي حيدوه. ما تبقاوش كطحنوا فيه حتى كيرجع كيطلق الماء ما كيبقاش مزيون. ضروري البنات تردوا بالكم مع السردين ملي تكونوا كطحنوا. بالنسبه للسردين غادي نزيد عليه البنات الروز. غادي نسلقوا نص طلقه غير شي شويه صافي وغادي نزيد عليه واحد القياس ما نكثر شيء. المهم واحد القياس اللي غادي يجمع ليا هكا الكفته ديال السردين صافي. وغنبدا نديرو كويرات كيف ما شفتوا معايا راه التوابل ما كثرتهمش انا كيبقى الحوت في اللون ديالو. ولكن ملي غادي نعملو هكا في الطويجه راه غادي ياخذ اللون ديال الطاجين. هادشي علاش قلت لكم حاولوا ما تكثروش التوابل في الاول باش يبقى النسمه ديال السردين تبقى في الحوت يعني ماشي يولي مغلبه في غير العطريه صافي. ما كتبقاي تعرفي شنو الكفته اللي كتاكلي واش كفته ديال اللحم ولا ديال الدجاج ولا ديال الحوت. مهم احسن حاجه هو ما تكثروش صافي. هذا مكان غادي ندير هكا الكفته ديالي راه كيوجد بسرعه هذا الطاجين هذا. غادي نديرها هكا كطيب وغادي نغطي. بالنسبه لي انا راه ما تغديتش البنات صافي. وغادي نمشي نوجد هذيك الشيء اللي غادي ندي معايا للحمام. نتوما عارفين الحمام المغربي وشنو كيمشي معاه. بالنسبه للماسك البنات راني ما صورتوش معكم لانني ديجا شاركته معكم بزاف المرات. كيف ما قلت لكم راني الحاجه الوحيده اللي زدت معاه هي املا اللي كناخذ من ارومازون اللي سبق لي وشاركتها معكم في المشتريات ديالي من ارومازون. بالنسبه للحويجات الحمام هذا الشيء اللي جمعت غادي ناخذ معايا هذا ديسودورانتي هذا اللي كيحمقني. هذا كنت شريته معايا من ايطاليا فاش كنت مشيت لايطاليا وجيل دوش ديالو حتى هو. هاد لاغام هادي كتعجبني بزاف فيها هكا ديسودورون فيها ديسودورانتي زعما وفيها هكا اللي جيل دوش. مهم فيها بزاف ديال الانواع خديت منهم انا تقريبا بعض الانواع منهم يعني ما نقدرش ناخذ كل شيء. مهم بالنسبه لهاد النوع هذا في هاد لاغام كيحمقني هذا صافي. وهنايا صابون البلدي اللي حتى هو كنت شريته من ايطاليا. نتوما كتعرفوا مشيناش هاد العام المغرب راه متواجد في اي بلاصه. بالنسبه لي خديتهم ايطاليا. هذا واحد الاكسفوليانتي اللي كنت جبته معايا من اسبانيا حتى هو ديال من ميركادونا مزيون. هذا كنديرو هكا غير للركب ديالي والكوع ديالي يعني ملي كنسالي هكا حتى كنسالي الدوش فيه واحد الزيوت وفيه الملحه. هو فيه الملحه وفيه الزيوت هكا اللي مرطبه ويعني نتوما كتعرفوا الملحه مبيضه وصافي. كنديرو غير في الركب ديالي والكوع. وبالنسبه للشامبوان عندي هذا مؤخرا كنستعملو كنت سمعت عليه بزاف 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 وهنا كنت لقيته غالي وكنت خديته معايا من ايطاليا فاش كنت مشيت لايطاليا. خديته لقيته بثمن مناسب في الدي ام صافي وكنت خديته من تما كاينه بحق ما استعملته جاني عادي ماشي بحال داكشي اللي سمعت عليه. مهم بالنسبه للماء الورد ضروري انتم يعني عارفين انا من بعد الدوش ضروري باش هو اسيد هيلور. بالنسبه للماء الورد البنات ملي كيكون هكا كنكونوا في الحمام يعني المسام كيتفتحوا بزاف في البشره فملي كنديه هو هكا بارد ولا كنرشوا على وجهي راه كيجمع لي ديك المسام وكيشد البشره وكيسقيها كيجيني انا كيسقيها كنقولها لكم دائما. وبالنسبه للاسيد ايرولونيكو حتى هو راه مزيان من بعد حتى كيبرد وجهي عاد كندهنو صافي. هادشي اللي كاين اصلا بنات انا هزيت واهبه بقيتها ماتت بالبرد دايره الحناني والقلب الهاني ايوا والقلب الهاني وهذا لقيتها جاها البرد لقيت انا الطريق مبلوكي باش نوصل عندها كنزيدو بحال النمل ايوا تعطلت عليها. المهم حنا غاديين دابا دايره الحنه شعري تراسي كنحس بيه مقراسي مكونجلي الحنه كتبرد مع كده على الدريشه por allí es platanes يوما حلمتنا مشينا للحمام
دابزنا في الحمام. والحمام الحمام لا ما دابز فيه الواحد ما كيتسماش حمام مغربي. عاودي ليهم ضروري حلمتي. ضروري يكونوا شويه ديال الاجواء ديال الدار. حلمتي عاودي عليا حسيتي لي دابز يلا سي لا وقت كان انا عا كنت كنتفرج على الروتوندا ثم لا سيغوندا ساليدا. وحنا غنشوفوا ياك غادي كتفرجي نتمنوا على الله نتمنوا على الله الحلمه تكون كذوب. ايوا هي تقول لي ملي تعطلتي وانا نتفكر الحلامه. حلمتنا مشينا ودابزنا تما مع مولات الحمام وبغينا نخلص قطعت علينا الماء. ان 450 متر جرى على الدريتشا مزيان وهاربين له حنا بالخلاص. حنا خارجين زعما ما عجبناش الحال ما بغينا زعما نخلصوا. ايوا هادشي اللي كاين والله خرجت الحلامه بخير على خير يا ربي. ومع الصباح ملي هضرت معاها قالت لي انا مشيت للحمام وعمت دابزت وجيت ودابزت وكل شيء. انت عاد ما غاتمشي؟ قلت لها ساليتي انا عاد ما غنمشي. قالت لي واه مشيت انا البارح. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ملي كندير بالي سبحان الله العظيم مع شي حاجه كنبان نحلم بها. ايوا اختي حنا فرحانين شحال هذا مشينا للحمام. اييه نزورو حنا. ها هو حنا وصلنا للحمام نشوفو غير منين غادي ندخلو واش كاين شي بلايصه في الباركيو. اه راهي تدخل. الصراحة أول مرة غادي نديرو هاد التجربة هنايا الحمام في فرنسا نشوفو الحمامات كي دايرين. هذا شكرو بزاف في لي كومونتير. تو ديستينو إستا على دريت. إيوا يكون خير إن شاء الله. هذا سميتو حمام أرقانا البنات. البنات لي هنا في ليون طابيوها في الجوجل وغادي يعطيكم الحمام وغادي يعطيكم حتى لو بخي وقيلة وكلشي. حمام أرقانا باركيو. وحتى الباركيو البنات فين تباركيو البنات اللي غيجيو بالطوموبيل هكا ويخافوا على الباركي ديال الطوموبيل راه كاين فين تباركيو. انا سولت قلت لها زعما واش كاين فين الباركي. قالت لي زعما موجود فين تباركي الطوموبيل. ايوا صافي باش ما توحلوش في الطوموبيل حيت جا في السونتر شويه جا في وسط المدينه قدروا تبقاو واحلين مع هاد البرد البنات. والله الا احسن حاجه هو الحمام. شوفوا انا شنو جايبه. جايبه الماليطه ديالي احسن من هذا. شوفوا هنا حتى قربت نخرج عاد خلطت القهوه وزدت الكوك باش ندير بهم الكوماج نسيتهم. الحمام ها هي وهي اللي كتستناني. حمام ارغانا في فينيسيو تما هنايا حتى هي. السلام عليكم. صافي المهم انا غادي نصور لكم الحمام غير البلايص اللي نقدر نصورهم باش البنات اللي بغاو يجيو لهنايا. صافي وراهم عاملين برومو الا كنتو غادي تجيو ديروا حتى كوماج عاملين واحد البرومو مزيون. سينو يا ليتاج جوسي اللي تسعى وي داكور. الحمام اللي جوست لا الحمام داكور سي صار الحمام يا ليتاج يفو يا لا كوافور ليبيلاسيون دي ماساج داكور ميرسي بوكو داريان. شو غنبان لكم. المهم حنا يلاه سالينا بسلامة بصحتك. شكرا انتم الاضاءة شوية ناقصة صافي ويداتي والله الا تسخنوا بي. انا شربت الماء بارد وهيبه ما بغاتش. المهم دابا نشربوا السخون عاد نخرجوا. اه انت مو وهيبه كي خرجت كتشعل. نشرب ويداتي ونطلع بقى الفوقانيه نوريكم نعاود فين ويداتكم. هذا سي لا سال بور لي ماريي. المهم هذا العريسات اللي كانت شي عروسه جات هنا هي وصحابها وهذا تقدر تشد هاد البويت هذا فاش تعود مزيون الحمام صراحه. تبدلوا لي غيجيو هكا مع العروسه ولا فين يقدروا يعملوا حوايجهم.
ici il y a même fait les chicha et tout. Ah d'accord. Mais c'est pas pour toi. Oui. هنا الكوافور هناك هنا لا سال ديال الكوافور اللي بغى يصايب ويقاد راسو وريت تاع ليبيلاسيون هنا ليبيلاسيون بغا دير لا سير هذا سي بون هنا لي تواليت داكوغ صافي هذا هو الحمام فيه جوج طبقات فيه لتحت وهنا الفوق هاد لا سال هادي راه كبيره هادي هادي نزيونا اللي بغى يصلي اللي بغى يجلس ما بغيتش يجلس لتحت تقدر تطلع هنا عمنا هنا الحمام هنا الفيستير هنايا فين تحطوا حويجاتكم صافي هنا نخرجوا من هنا كتطلعوا هنا كاين واحد الاسباس هنايا صافي من هنا خرج الحمام البنات خرجنا من الحمام انا درت لكم واحد الجوله خفيفه صراحه زوين وكبير انتم شفتوا كاين البلاصه ديال العروسه وصحاباتها كاين اللي صال الفوق فين تجلسوا كاين الناس اللي بغاو يديروا بيلاسيون تنشعل الضوء وكاين هذا كوافور كلشي تما كاين اللي بغيتو شي حاجه راه تما كاينه المهم هذا سميتو ارغانا انا قلت لكم فينيديو مزيون صراحه اللي بغات تجي تحمحم احنا خرجنا بان فينا الضوء شوفوا انا كيفاش ملويه عرفتوا البرد 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 خفنا على راسنا والله الا وهبت هي ملويه طرابش ايوا صافي واحد التحمحيمه ما نعاودش ليكم كنا موحشين ياك والله العظيم الله يسعدكم كاملين ان شاء الله والله الا البنات اللي بغيناها ليكم كاملين والله العظيم صراحه واخا غير مع ناس تلاقينا مع ناس تاع المغربيات تلاقينا مع بنات هنايا بقينا هادرين والله العظيم ما سخيناش بحال داكشي ديال المغرب غير هو نقي ومزيون من الداخل هي كواهبه ونقي عجبني وكل وحده وهذا ديالها بلاصه ديالها صراحه واللي بغا الدوش كاين الدوش تدخلي وتسدي عليك الا بغيتي بوحدك كاينه الساونا كاينه واحد جهه اخرى فيها واقيلا جاكوزي ولا ما عرف شنو ولكن سادينا دابا على وديت هادشي ديال لا كوفيد المهم الحمد لله تحمحيمه كنا موحشينا شحال هادي ما درناها شحال تقريبا راشي عام وزياده والله الا توحشناها الصراحه الله ايوا الحمد لله بصحتنا وراحتنا وبانت علينا العقوبه لكم شي تحمحيمه تسوما بصح يا اختي والله الا العقوبه لكم البنات المهم حنا دابا لقيتونا غادي نمشي وغادي ندي وهبه نحطها تشبر الطوبيس باش تمشي بحالها وانا كذلك غادي نشبر هذا فين غنشبر انا غادي نمشي للدار صافي هادشي مكاين ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله صافي البنات قلت البنات قلت الوهبه التحميمه هي هادي اش خاصنا دابا اش قلتي لي طاسيون الريب كتيسري خصنا ندوزو شي باتيسري خصنا الريب فينا شي كاس ديال لافوكا ولا خصنا العصير وخصنا ديال الليمون عصير ديال الليمون شي ميلفي وشي هذا ايوا صافي التحمحيمه كملات بردنا جينا راجعين تالليل واخا عطاتنا واحد الكاس داتاي تما بحق المهم تنمشيو للدار عاد نعاودوه ولكن دابا خاص قالت لي خاص غير كاليطه شنو كاليطه عندكم وهيب نتوما نتوما كتقولوا كاليطه لا شنو هي بعدا باش نقول واحد الحلوه بحال هكا كتكون ضايره بحال خبيزه هي كاليطه والمشاهدين ديالك غيكون عارف ان 1 كيلومتر ان لا روتوندا توما لا بريميرا ساليدا بور بوليفار ما عرفتش معروفه حنايا حنايا في هكا في فين ساكنين كي يشريو هكا ميلفي عصير حلوه د لاكريم وصافي المهم معروف هذا باش معروف الحمام عندنا ايوا صافي خساره ما عرفناش فين نلقاو هادشي نمشيو نجيبو والله كاين ضروري غيكون خصنا نقلبوا عليه خصنا نقلبوا ما عرفناش حنا دابا عرفنا دابا كيكون هادشي بكيتي بلاصه العرض حتى هنا في كارفور يقدر يكون في الجهه ديال هو داكشي ماشي جديد كيكون يعني قديم ومهم ماشي ديال نهارو كيكون مصوب ايامات قبل ايوا الحمد لله اش غندير الصبر وصافي المهم بعدا الاساسيه التحمحيمه ايوا من بعد يحل الله مهم البنات صافي بغيت نوقف الفيديو ديالي هنايا غير بغيت نقول لكم البنات بالنسبه للحمامات هنايا في ليون راه كاينين حمامات غزالين كاين بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هكا الديكور في الحمام وديك الشيء يعني واو ديك الشيء ديال الاتراك مهم راه كاينين حمامات اخرين بالنسبه لي انا اول حمام مشيت له هو هذا علاش لانه كانوا بزاف ديال لي كومونتير كيشكروا فكانت اول تجربه قلنا غادي نمشيو لهذا وبالحق يعني هادشي ما كيمنعش انني غنمشي لحمامات اخرين كيعجبني نكتشف كل مره ان شاء الله
الله فين ما تتاح لي الفرصه نمشي للحمام غنمشي لواحد اخر في شكل اخر ونقدر نشاركو معكم ان شاء الله الا بغيتو حتى نتوما تاخذوا فكره. هذا كجواب على بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي سلوى بقيت تورينا الاماكن وتورينا السميه ديال كل حاجه في ليون، راه كاين عند البنات هما جدادين هنا وما كيعرفوش بزاف د الحوايج. هذا مكان البنات، غادي نوقف الفيديو ديالي هنايا، غنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت مزيون وتكون يكون عجبكم لا فيديو ونكونوا توانسنا مع بعضيتنا كيف ما العاده، وهذا هو الاساس، وتكونوا استفدتوا ولو شي حاجه قليله لان هذا هو الاساس من الفيديوهات البنات. غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله فيديو قادم، غادي نقول لكم بالسلامه عليكم البنات، تهلاو ليا فراسكم وبوسه كبيره ليكم.